الرحيم الحمد لله حمدا نستوجب به رضاه ونسأله أن يتكرم بعظيم الصلوات وأجزل التحيات وشريف التسليمات على من دعانا إليه ودلنا عليه عبده وحبيبه الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل الناس هلك إلا من قرب من ربه كل الناس متعبون إلا من دنا من خالقه كل الناس في هم وغم وكرب إلا من رضي عنه إلهه حقيقة المصير والرجعة إلى الله تعالى في يوم القيامة هي تبين حالة السعيد والشقي والقريب والبعيد وبها يظهر حقيقة أحوال الناس يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وعن أهواله وعن شدائده بعضا مما خبر به كتاب الله سبحانه وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد جاءنا فيما روي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس في يوم القيامه تدنو الشمس من رؤوسهم فيقعون في كرب عظيم قبل وقوع الشفاعة العظمى حتى يلجمهم العرق منهم من يبلغ العرق الى كعبيه ومنهم من يبلغ الى ركبتيه ومنهم من يبلغ الى حقويه ومنهم من يبلغ الى فاه وقال صلى الله عليه وسلم هكذا اي يلجمه العرق الجاما ومنهم اقوام لا يرون شمسا ولا عرقا ولا زحاما ولا بؤسا ولا كربا ولا خوفا ولا هما ولا تعبا ولا غم من هم؟ هم احباب الله هم اصفياء الله اخبر عنهم في كتابه العزيز فقال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذلك اليوم اليوم الذي يخاف اليوم الذي يخشى يوم القيامة يتحول لهم إلى يوم بشرى ويوم سعادة ويوم هداية بعد هداية وعطاء بعد عطاء تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال عنهم ربهم جل وعلا في يوم يجعل الولدان شيبا لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر اللهم اجعلنا منهم وادخلنا في زمرتهم من هؤلاء الاقوام اخبرنا صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه بسند صحيح في الصحيحين عن ابي هريره وفي غيرهما عن ابي هريره وعن ابي سعيد الخدري وغيرهما من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اصناف من الناس سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله والذين يظلون بظل عرش الرحمن كثير كثير جدا وعند جمع الروايات يبلغ عددهم الى السبعين والثمانين واكثر من ذلك الا انه صلى الله عليه وسلم احب ان يخبرنا عن سبعه اصناف وعن سبعه اشخاص ممن يضلون بظل عرش الرحمن يوم القيامه وذكرهم اولا وثانيا ورولنا في الصحيحين وغيرهما حتى نجعل لنا من هؤلاء السبعه قدوه بها نقتدي واسوه بها نتاسى علنا ان نكون منهم يوم القيامه جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله في ظله يوم لا ظل الا ظله وقد فسر معنى ظله في الروايه الاخرى بقوله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ولكن ما اشرفه من ظل نسبته الى الرحمن نسبته الى الكريم المنان حتى توهم من توهم ان هذا الظل الكريم هو ظل شجره طوبى في الجنه فقال لهم العلماء لا بل هو ظل في يوم القيامه يوم تدن الشمس من رؤوس الخلائق هؤلاء في ظل الرحمن أي في كنفه في رحمته في عافيته في سلامته في كلاءته سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء السبعة سنستعرض منهم في برنامجنا هذا نماذج علنا بها نقتدي علنا بها نهتدي ومن كل صفة من هذه الصفات السبع الموجبة لظلال عرش الرحمن سناخذ سبعه افراد سبعه ذوات سبعه شخصيات تحققت بهذه الصفات التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا ان نقتدي بهم ونهتدي بهديهم فندخل معهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله ونكون في ظل رحمته وعنايته ورافته بعباده المقربين المسعدين ثم ان باب الدخول الى ظل عرش الرحمن واسع وكبير لا يقتصر على هذه الصفات السبع فقط كما ذكرنا آنفا بل له كثير من الأعمال وكثير من المداخل وقد ألف الإمام ابن حجر رسالة أسماها معرفة الخصال الموجبة للظلال كما تابعه على ذلك غيره من المؤلفين وكتب الإمام السيوطي بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال كما كتب ايضا تمهيد الفرش في الخصال الموجبه لظل العرش وكل تلك الرسائل تحمل صفات لمن اتصف بها يستظل بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى الا اننا سناخذ هذه السبعه التي حدثنا عنها صلى الله عليه وسلم اولا وثانيا وثالثا علنا ان نقتدي بهم فندخل في ظل عرش الرحمن نسال الله تعالى ان يبارك لنا ولكم فيما نستعرضه من اخبار سبعه من كل صفه من الصفات السبعه فلنا مع كل واحده من السبعه سبع قدوات جعلنا الله واياكم ممن يظلهم في ظل عرشه الكريم ويدخلهم في رحمته وكنفه ورعايته في يوم القيامه انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين